أعياد كثيرة مرت على النازحين البعيدين عن مدنهم وأحيائهم في العراق، يكابدون فيها الغربة وألم الحاجة لأدنى متطلبات الحياة الكريمة. نازحو مخيم أطوار بهجت في مدينة السومورية بمحافظة صلاح الدين استقبلوا عيد الفطر بمزيد من المآسي التي فاقمها بعدهم عن الأهل والأقارب ومنازلهم لسنين. والله يا أخي احنا بالعيد احنا ما يمرنا عيد، لأن احنا نشوف جاي نشوف حالتنا ما جاي اللي المعاناة جاي نشوفون احنا يا عيد اللي يجينا لا تقدر تصل منطقتك ولا تقدر وشوف انت هالكهرباء وشوف هالمعاناة. وفي ظل غياب البوادر الحكومية لإعادة الحياة في المناطق المنكوبة وأعمارها، يستقبل النازحون عيدهم كباقي أعيادهم في المخيم بمزيد من الآلام التي تزيد وتكبر باستذكارهم الأعياد القديمة الجميلة قبل رحلة نزوحهم المليئة بالمرارات والمآسي. 4 سنين يعني خامس عيد ما ذقنا طعم العيد، لأن تهجرنا لا حسال علينا لا حد مرنا، يقولون يرجعوا البيوت نايمة. أنا العيد هنا بقصر ما الذهب مالي ده، أريد ديرتي ديرتي ربت بيها ترعرعت بيها خمات قسم مثل ما أنت متهجر، والله فلان نازح. ومع افتقار المخيم لتقاليد العيد التي اعتاد النازحون عليها منذ الطفولة، يبقى الحزن رفيق هؤلاء الذين لا يرون عيدا بعيدا عمن يحبون. هو ماكو عيد، يعني احنا صارنا 4 سنوات مهجولين يعني بالمخيمات والخيم، بالنسبة لنا ماكو عيد. يعني العيد يوم نرجع لديارنا ما كنا هناك العيد. ويبقى النازحون الضحية الأكبر للحرب في العراق وللفساد الحكومي الذي استشرى في البلاد، فبات النازحون ومتاعبهم آخر ما يفكر به المسؤولون في الحكومة ببغداد.